وينضم إلينا من القاهرة مراسل الغد أحمد مصطفى. أحمد، يعني ما هي الأجواء العامة لديك؟ كيف تنظر الفصائل الفلسطينية لهذه الجولة من المباحثات؟ نعم سينار، يعني الأجواء العامة هنا بخصوص الجلسات الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية 14 في القاهرة هي أجواء إيجابية للغاية بحسب من تحدثنا إليهم من الفصائل المتواجدين على أرض مصر، الذين أكدوا أنهم لن يعودوا إلى أرض فلسطين إلا بالتوافق حول آليات تنفيذ وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في المرحلة المقبلة التي حددت بمراسيم رئاسية. منذ قليل بدأت وانطلقت أعمال الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية، وبحسب مصادرنا من داخل الاجتماع فإن اللقاءات بدأت بجلسة بين رؤساء الفصائل والوفود الفلسطينية بهدف التعرف على ما لدى كل طرف من أجندة عمل سيطرحها للنقاش في الجلسات الموسعة، وتم تحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بهدف يعني إتاحة أسرع فرصة ممكنة من أجل التوصل إلى اتفاق ما بين الفصائل الفلسطينية على إقامة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا للمنظور السياسي لكل فصيل، وحتى يكون هناك أرضية مشتركة للجميع. وبالتالي الأجواء هنا إيجابية للغاية، وبحسب المصادر من داخل الاجتماع ترجح أن يكون هناك اتفاق بشكل سريع حول آليات إجراء الانتخابات الفلسطينية، لا سيما وأن كل فصيل جاء إلى هنا بحسب ما تحدثوا به إلينا، ويعني هو سيقدم تنازلات وسيكون أكثر مرونة في هذه الجولة من المفاوضات، لا سيما وأنها تختلف كثيرا عن كافة الجولات السابقة، وسيما أنها تعني من وجهة نظر الكثير من المراقبين أنها يعني تعد بمثابة يعني فرصة قوية للفلسطينيين من أجل يعني لملمة الشمل مرة واحدة والوصول إلى مصالحة فلسطينية ينشدها الشارع الفلسطيني. وبالتالي إضاعة الفرصة يعني إضاعة كافة المكاسب التي من الممكن أن يحققها الشارع الفلسطيني من جراء هذه الفرصة والتوافق بين الفصائل الفلسطينية. نعم سينار. إذن من القاهرة مراسل الغد أحمد مصطفى، شكرا لك.